برغو ولا اسبانيا الرشيد يعمل المفروض. فيه ايه؟ صوت صوت قدامي هذا مش لا عندك مش جوا لا فول دامج فول دامج لك هو عندي على التكزا في صح اخ اخ خلينا ناكد اكثر 6 8 13 6 3 يا اخي والله العظيم ما بعرف احسب هيك يا زلمه شو غداكم لانه جوعوني شوي معلش راجع من الشغل ويا الله والله انا وصيت على شاورما قل لي شاورما وصلك معي والله ليك اذا شاورما ما بقول لا صراحه يعني اذا شاورما بقول لا ايوه بس هي هي القهوه ما عجبتني هي شكلها انه قهوه انه بينك وبين حالك ما ازنخك انه ازنخه لك صحتين وانا يا قلب عني وعنك معلم عني وعنك كيفك يا حبي لك هلا قول لي قول لي هاي اليوم ورق عنب اليوم انا ها اليوم شو ورق عنب ورا عنب اما هي الطياره طعمتها ورا عنب لك صحتين وهنا هي الاكله المفضله معلم بس لما تكون بيتي يسعد والله بس شو هذا شو الطياره ما بترحم والله يعني يعني شو هذا لك ما هي الطياره هيك اجت على الطايره هي لسه 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 قول لي عاش لا 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 هلا انت عم هلا احرجتني انت صراحه راح طفي الاضيه مشان ما يصير وشي احمر يا جماعه الخير معلش لك ايش هال قول ابلع شو هذا حبيبي لا لا عن جد عن جد والله ليش عم تعذب حالك يا قلبي رابع طياره يا رجل لسه 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 لا هيك والله عذبت حالك لك امجد الله يسعد لك 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 كفو لك لك عاش لا والله يا حبيبي اوف 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 لك ابلع قول لي هلا وين كان هلا ستريم سنايب عندي بالشعبيه هلا شوف قول لا لا بربك ستريم سنايب عندي اوف 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 لك شو هاد لسه 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 اوف 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 هلا بالسيارات هاي فضلك بنزين تاي معلم عم صف عنا اخي مرة عم اعطاني قول له والله والله احرجتني والله لك الله يرزقك والله يسعدك يا يا امجد الورد يعني يعني دعمي اوف 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 هلا صار الاول عندي في الشعبية مستحيل صار عندي الاول وصار وجابه هيثم جهز لي حالك تخرط لي طياره تطلع فوق مره ثانيه يلا بدنا نصير مضاربه بدنا نصير مضاربه والله جبنا نحن لك وين هيثم جهز لي الطياره لا وانا يعني انا مش فاهم يعني ايه اللطيف ده ودود طبعا حبيبي القلب الاي دي واحلى عشر موتورات يلا ابلع
اوه لك 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 شعبيه ما عم توقف عندي من الناس اسامي بعثوا لي يا الله لك عاش شو هذا لا لا عن جد شو عم يصير عن جد شو عم يصير والله ما عم بفهم انا ابدا انا ما اعرف شو عم يصير يعني هلا انا عجزت عن الكلام عجزت الله تمام يا معلم اوف 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 شك شو السيارات اللي عم تجيني انا ما عم بعرف لك 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 مستر مياد اوف اوف لك خلنا الايباد خلنا قول له سيارة تانية من مين؟ من كله مني من امجد لا اي مو منك قل لي سيارة هلا مين هي؟ شو؟ ساندي اوف 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 صار في تنافس معلم بلش تنافس بقى هات لنشوف المسج اسفة على الستريم سنايب حاولت صار بذات نفسها يبعت لك الدجاجي لك مين اوه خنقت عندي الشعبية شباب خنقت الشعبية عن... مليان جلد مليان لا الله لك ليك 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 والله علق الايباد علق رفكن لو شو اللي عم يصير والله ما عم فهم شو اللي يصير والله ما عم بعرف شو عم يصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا بالفايكنج لك راح عليك بلاوي راح عليك بلاوي اوف 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 يا جماعة الخير الله لا هيك لك عرقت انا عرقت ما حدا يصور لي سكرين شوت على عرقي هلا عرقت اوف 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 لك ساندي شو عم تعملي انت ابو صهيب الورد حبيب القلب لك والله علق والله خنقت الشعبية عندي يا شباب خنقت ما بعرف هذا هلا لك عاش لك انا ما بعرف هلا مقلش الموتور يعني مقلش هلا الموتور ولا عم يبعثوا لي ولا ما بعرف يعني ما لك سريانو لك هذا عم يتسكر لك البس معقوله لك معقول يسكر البس هلا من هالدعم الحلو لك والله يا شباب احرجتوني والله لا ما اوف لك امجاد شو لك امجاد شو هذا مبروكين يلا لك لك سريانو عم يبعث لي سياره كمان بلش تنافس لا وجودكم على البث لحاله فخر الي وكثير هالشيء بيبسطني وبيحفزني باني كمل بهالمجال حبيبي حبيبي احنا بظهرك احنا بندعمك الله يسعد لي اياكم احلى شباب لك لك سريانو مر يا الله راس لا ما ادري ما طلع منك شيء الا 40 موتور الله لك سريانو ابدع ميار. اي حبي انا كل يوم راح فوت هيك عليك على الشعبيه اذا بشوف واحد فوقي راح اطلع فوقه والله وينك هيثم هيثم اخوي طبعا بيكون فامبيرو هذا بيكون اخوي والقياده وكل شيء يعني فهذا شكله معلم نازل ستريم سنايب هلا وعم يحمض وهذا اذا حمض يعني بينه وبين حاله يا ويل الجميع ايه ده فالله يستر ايوه هلا بعت طياره اخوي بما انه انا وياك اخوات ونفس الدم ونفس البطن يلا لعمه بقلبك بسالك اجتني طياره انا لا مين اوف بعت لي طياره ثانيه من ساعتين اسف والله مو بقصدي وهي وحده ثانيه اعتذار عن روم يا ابو يسعد دينكم والله الفايكي لك يا وعش لك يسعد دينك يا فايكينج اوف 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 رجع طاني طيارة تالتة لعيونك يا غالي يسعد دينك يا زينو شو هذا امبارح صارت فزعة شعبية وهلا فزعة شعبية الله فات القيادة الله ليك 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 القيادة سفقة طيارة تعالوا لك عاش القيادة قل له لأمجد عم تستغلني يا شفيق بلشت مضاربة
قلنا وين امجد شاف الله 18 موتور طلع يلا فوق بينا. طلع فوق يا عمي القيادة وما أدراك خلص حنا حنتر والله لك اجتني طيارة رابعة يا رجل لك طيارة رابعة الو شو عم يصير يلا هلا شوي تاني يا شباب خلونا نمسي عليكم بالخير انا شفت هلا شي ميري ولا انا غلطان دقيقة دقيقة انا شفت شي ميري ما الله طار نشوف الرسالة الله يا عمي فامبيرو معنا هيثم معنا على الباس وهذا بيعني أمجد حركتك صايرة سريعة سلاحك معي على فكرة الطيارة أنت على بعتقد ما كنت على الباس بعت لي طيارة من يومين قل له لأمجد عم تستغلني يا شفيق عم تستغفلني يا شفيق قل له ليه؟ لأن أنا واد بضان وكنت واد بضان وأنا لسه بضان على فكرة بس أنا بحاول أقلل بضاني عليكم طير 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 انك ترجع لك عاش اللي احا راح يصير في طيران وشد شعر انتظر شوي عليه والله ليك امجد هدي هدي امجد دني اخذ وعطى امجد هدي ريلاكس ريلاكس يعني هيك صارت ماشي يا هيثم والله غير اول ما بتشوف